في مسج تانية بتقول عاوزينك يا دكتور لو سمحت تتكلم عن أقوى علاج لإعادة بناء الغضاريف القطنية والعنقية والمدة بتاعته. يعني الحاجات اللي هي بتعالج الخشونه بصفه عامه او الغضاريف، ممكن المنتجات اللي هي فيها الافوكادو اللي قلناها في اول الحلقه، مع الحاجات اللي هي ماده الجلوكوزامين. يعني ممكن ياخد جينوفيل مثلا مع باسكالدين 300 مرتين في اليوم لمده 3 شهور اقل حاجه، مع حاجه كولاجين زي كولا ويل كياس او دولا جيني كياس مره يوميا. يعني ياخد كولا جيني كياس مع منتجات الافوكادو مع الصويا زي الافو صويا او الباسكالدين، مع الحاجات اللي فيها جلوكوزامين زي الجينوفيل.